لا العربية مختلفة جدا طبعا عن الموديل القديم، سواقتها ناعمة جدا، يعني ما تقولش انك انت راكب عربية 4x4 وانت سايقها، كورنرنج بتاعها هايل، الاكسلريشن بتاعها هايل، السسبنشن بتاعها حلو جدا، ده اكتر حاجه عجبتني فيها، اللكجري بتاعتها كويسه. سواقه العربيه مريحه جدا، كومفورت اند اوف ذا لاين، الدرايفنج اكسبيرينس كانت حلوه. الكواليتي بتاع الانتيرير هايل، يعني كل حاجه فيها بصراحه جميله. الاكسيرير بتاع العربيه مختلف جدا عن الديزاين اللي فات، في فيس ليفت حلو بتديها شكل ال 4x4 بتاع الصحراء. في الفور ويل بدور على الكومفورت الاول، ان السسبنشن بتاعها يبقى حلو والسبيس، وطبعا اهم حاجه بتبقى في اي عربيه هي الصيانه والمينتنس بتاعها، ان يبقى الوكيل ريلايبل، واعتقد في تويوتا دي حاجه كويسه. عربيه جديده طبعا الفيول كونسومشن دلوقتي بقى مهم، وحسب العربيه اللي انا بدور عليها ايه، يعني لو عايز عربيه كبيره بتشيل حاجات بتشيل ناس كتير، ديفينتلي هتبقى حاجه زي دي.